مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه. معكم المحلل التقني جوزيف ظهريه. رح اقوم اذا بدكم جلسه تعليميه ونشرح فيها بعض الامور اللي ممكن نستعملها عند صدور البيانات. يعني على سبيل المثال، نحن نهار الجمعه في بدايه شهر جديد واسبوع جديد، بواحد شهر بكون نهار الجمعه من الان اف بي او نون فان بيرول. رح اتكلم كيفيه اذا عندنا مراكز، كيفيه تحديد الاتجاهات العامه بشكل خليني اقول دقيق، لانه نحن معظم الاشخاص اللي بيكونوا عم بيتداولوا وبكون عندهم مراكز شراء اما بيع، وبكون عندنا بيانات او مثل الان اف بي، فالفولاتيليتي والتقلب بكون فيها مرتفع جدا، بكون عندنا بعض الذعر او الخوف اكثر من الايام العاديه، وبهذه الحاله ممكن نغلق مراكزنا على خساره، او ممكن ايضا انه نكون مش عارفين بشكل عام الاتجاهات منا واضحه عنا. خلينا نقول بشكل او اخر، انا اللي بدي اقول لكم اياه انه في البدايه نحن عاده ممكن يكون عندنا اشاره على رسم بياني معين. يعني اذا في حال دخلنا على رسم بياني الذهب على سبيل المثال، او رسم بياني اليورو، خلينا نقول اليورو دولار، كان على سبيل المثال قلنا انه وصلنا لقاع معين عند مستويات ال 115.09 وبدنا نرتد منه لمستويات تقريبا 117.40 قبل ما ننخفض، فقمنا بدخول بمركز شراء. وصل البيانات، وصل نهار الجمعه عند ال ان اف بي او نون فارم بيرول، كنت عم بطلع برسم بيان اليورو دولار على النصف ساعه او على الاتش 1 او على ال 1 اور، ولاحظت انه ما عندي اشاره واضحه اذا في حال الاخبار رح تطلع جيده يعني ايجابيه او سلبيه للدولار الامريكي، فمش عارف انا اذا بضلني بالمركز اللي انا فيه او بخرج منه. فبهيدي الحاله طبعا عم نتكلم كمحللين تقنيين نحن، وليس محللين اساسيين اللي هن بيتبعوا الاخبار وبيتابعوا طبعا ارقام سابقه للان اف بي وبجربوا يتوقعوا شو ممكن ان تصدر البيانات. عم نتكلم من منظور التقني نحن. اذا في حال عم بنظر لرسم بيان اليورو وما عم بقدر اخذ اشاره اذا هل يا ترى انا لازم ضلني بالرسم البياني ولا لا، انا نصيحتي لكم هي مميزه جدا وبنصحكم على طول تستعملوها. اليورو دولار مثل ما بتعرفوا فيها على طول امور ممكن انه تكون خلينا اقول تمشي مع اليورو دولار او مع زوج اليورو دولار. يعني على سبيل المثال مثلا الاسترالي دولار او الاسترليني دولار، يعني هول الازواج اللي بيمشوا بالاتجاه، يعني خلينا نقول اتجاه واحد، بينما الاتجاه المعاكس اللي بيمشوا فيه هم الازواج اللي بيبتدوا بالدولار الامريكي مثل الدولار يان، دولار سويس والدولار كاد. فبهيدي الحاله طبعا اذا انا عندي مركز على اليورو على سبيل المثال وبدي انا رسم بينه او بير او زوج مثيل له، ممكن ادخل على الاسترالي دولار. اذا اخذت اشاره من الاسترالي دولار انه هو لازم يرتفع، فبهيدي الحاله طبعا اليورو دولار ايضا لازم يرتفع. واذا في حال احنا اخذنا على سبيل المثال اشاره على انه ممكن مثلا الاسترالي ينخفض، واضحه هذه الاشاره، طبعا لازم اتوقع انا انه اليورو والاسترليني ايضا ينخفضوا مع الاسترالي دولار. فبهيدي الحاله طبعا اللي عم جرب اوصلكم اياه انا انه دخولي بمركز شراء اما بيع مش يعني انه انا لازم ضلني عم حلل رسم بياني نفسه كرمال اخذ اشارات واضحه، ممكن انه يبطل يعطيني اشارات الرسم البياني بكل بساطه، فانا بدي انتقل لرسم بياني اخر وبدي انتقل لخلينا نقول زوج اخر لاخذ منه اشاره واضحه. اذا انا كان عندي على سبيل المثال مركز على الدولار ين وقربت النون فارم بيرول وبده يصدر بيانات النون فارم بيرول نهار الجمعه بواحد الشهر، يعني عم نتكلم بعد 3 ايام، وانا عم بنظر لرسم بيان الدولار ين او زوج الدولار ين، عندي مركز بيع فيه ولكن ما عندي اشاره واضحه اذا هل يا ترى على النون فارم بيرول رح ينخفض هذا الزوج او رح يكفي موجه الصحيه على سبيل المثال. فبهيدي الحاله شو لازم اعمل؟ لازم اخرج من المركز انا اللي داخل فيه قبل البيانات، او لازم انتظر ممكن ان ادخل على رسم او على زوج خليني اقول بيشبهه اللي هو بيبتدي بزوج الدولار الامريكي مثل الدولار سويس والدولار كاد. وبهيدي الحاله اذا عندي اشاره على هول الزوجين ممكن اتوقع ان نفس الاشاره تحصل على الدولاريان او نفس الاتجاه. فبهيدي الحاله انا اوقات بكون عم بيسالوني انه جوزيف ممكن انت تتوقع ارتفاع او انخفاض للدولار الامريكي على النون فارم بيرول. اللي بقول لهم اياه بكل بساطه انه انا ما عندي اي فكره اذا البيانات رح تطلع ايجابيه او سلبيه للنون فارم بيرول، ولكن اللي بقدر اقول لكم اياه انه عندي اشاره شراء على الاسترالي دولار. اذا في حال قلت لهم عندي اشاره شراء على الاسترالي دولار،
على رسم بين الأربع ساعات عند نمط احتوائي على سبيل المثال، وأتوقع هلا ارتفاع الأسترالي دولار لمستويات ال 75 50 أو 75 80. بهذه الحالة بكل بساطة اللي بقدر لكم إياه أنه أنا ممكن أتوقع ارتفاع الأسترالي دولار مقابل الدولار الأمريكي، فبهذه الحالة أتوقع بيانات سلبية للـ NFP. يعني إذا أنا متمسك برسم بياني واحد وأنا متأكد من الاتجاه اللي أنا عم بدخل فيه، يعني بكل بساطة لازم البيانات تمشي معي مثل يعني بشكل او اخر. بيانات التحليل الاساسي والتحليل التقني طبعا اخر شيء بيلتقوا مع بعضهم البعض وبيتزوجوا بعض، لانه لما تصدر البيانات وبكون عندي انا تحاليل تقنيه دقيقه، لازم الاسواق الماليه تمشي بنفس الاتجاه المتوقع اللي انا توقعته، والبيانات طبعا بتدعم هذه النظريه وبتكون سبارك، خلينا نقول، او مثل كانه المحرك للاسواق الماليه او لا يمشي التحليل التقنيه بالاتجاه الصائب اللي نحن متوقعينه. بكل بساطه المثل اللي اعطيتكم هو جد بكل بساطة، ما يعني ما كان مجرد مثل، لأنه أنا عندي إشارة هلأ نمط احتوائي إيجابية على رسم بيان الأسترالي دولار، فأتوقع أنا بالجلسات القادمة اللي هي بكرة غدا أو بعد غد نكون وصلنا لاستهدافنا مستويات 0.75-80، ممكن يكون عنا تقريبا محدود 50 بيب هون إيجابية أو ممكن نرتفع فيها بمركز شراء. ولكن أنا اللي شوي كان مفاجأني، كنت قلت لكم أنا مستويات اليورو دولار وتكلمت عن هذا الزوج اللي هو قلت لكم أنه ممكن يكون انتهينا من الاندينج دايجن او الفولينج واج، وايضا على استرلين دولار قلت لكم واضحه جدا انه انتهينا موجه رقم 4 واللي هي دخلنا فيها بمرحله افقيه، والموجه الخامسه اللي ايضا سجلنا فيها خلينا نقول ايضا موجه نمط يعني خلينا نقول فولينج واج تسمى هيدي بالنمط او بالتحليل التقني، اللي هي سجلنا فيها 1 2 3 4 5، وبهيدي الحالة لمست بالضبط مع خط الدعم الميل على انخفاض وارتدينا منه هلأ أول هدف 33.15 إذا تم اختراقه بنبتدي موجة تصحية بثلاث موجات إلى الأعلى، وهيدي موجة رقم 4 اللي انتهينا منها وهيدي الخامسة. فبهيدي الحالة طبعا أتوقع أنه هلأ عندي تصحيح مرحلة تصحيحية على الاسترليني دولار وعلى زوج اليورو دولار، وأتوقع ارتفاع شوي لهول الزوجين. وبهذه الحالة زوج اليورو دولار أيضا ممكن يكون انتهى موجة تصحيحية واضحة عند مستويات 115.07-09، وهلأ نرتد إلى مستويات 119 أقل وكرمال لنبتدي موجة تصحيحية واضحة ثلاث موجات 3 باونس أب لزوج الدولار اليورو دولار أو العملة الأوروبية الموحدة. هيدا بالنسبة لهذه الجلسة، كنت حابب أنه أعطيك معلومة عن كيفية خلينا نقول تحديد الاتجاهات العامة قبل صدور بيانات مهمة مثل النون فارم بيرول. بعض الأشخاص بيكون بيصيبون الذعر وبيكونوا مش عارفين إذا بده يغلقوا مراكزهم قبل البيانات أو بينتظروا على البيانات ليربحوا أكثر. طبعا الطمع ما بيفيد، ولكن لازم يكون عندي إشارة معينة. النصيحة اللي أعطيتكم إياها اليوم إنه أنتم مش ضروري تاخدوا إشارة معينة على نفس رسم البيان اللي أنتم داخلين فيه بالمركز، ممكن تشوفوا شيء خلينا نقول قريب له، مثل إذا أنتوا دخلين باليورو تدخلوا على الأسترالي أو الاسترليني، إذا دخلين بالدولار ين تدخلوا على شيء مثيل له مثل الدولار سويس والدولار كاد، يعني زوجي بيبتدي بالدولار الأمريكي. فبهذه الحالة ممكن تتوقعوا من رسم بيانة واحد ومن إشارة واحدة أكيدة تتوقعوا ارتفاع أو انخفاض للدولار الأمريكي مقابل سلم العملات الرئيسية اللي موجودة عندي على منصة التداول. كما معكم جزاف ظهرية، ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير للفيديوهات التعليمية اللي عم نقوم فيها بشكل يومي، وللمنشور الموجود عندي على مسابقة طبعا على صفحة تكمل العربية لفيسبوك اللي هي بتدل على خلينا نقول يعني كيفية اشتراك بمسابقة شهر رمضان الكريم اللي عم نقدمها بشركة تكمل. لايك وشير وكومنت تكمل اندرسكور رمضان 1 او رمضان 2 حسب اي مسابقة عم تدخلوا فيها. بتمنى لكم كل التوفيق، ان شاء الله كان نهاركم مثمر. كان معكم محلل تكنولوجيا جزاف ظهرية من شركة تكمل، الى اللقاء.